طبعا يا جماعه اللي متابعني على طول على صفحتي المواصف ومع عبد الرحمن عارف ان كل يوم بنزل فيديو 9 مساء. النهارده يا جماعه الفيديو ينزل جامد جدا, والفراخ دي يا جماعه مفاجاه اسعارها. اي حد عاوز اسعار الفراخ دي يا جماعه يخش الساعه 9 مساء يعرف اسعار الفراخ واسعار اللحوم. النهارده فيديو جامد يا جماعه, بس بيقول لك اللي يخش اشترك في القناه وفعل جرس الكل عشان كل يوم بنزل لكم اسعار جديده وسوق جديد في جميع انواع الاسواق يا جماعه. عندي ما شاء الله كل يوم فيديو.